من الولايات المتحدة الأمريكية نروح للصين اللي سجلت تراجع في عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا. وقالت لجنة الصحة الوطنية أنه تم رصد 36 حالة إصابة جديدة، وأوضحت اللجنة أنه جميع الحالات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج باستثناء حالة واحدة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات الوافدة إلى 806 حالة. احنا معانا دلوقتي هاتفين من الصين الأستاذ هاني محمد الكاتب الصحفي معانا عبر سكايب. أستاذ هاني برحب بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا استاذ خلود. اهلا بك. الوضع الان في الصين، ويمكن كان هناك تصريحات اخيره خرجت عن مسؤولين في الصين قالوا بانه او بيحذروا من وجود موجه جديده من فيروس كورونا، وفي عدد من الدول الاخرى زي بريطانيا وفرنسا والولايات المتحده الامريكيه بتتوقع الأسوأ. فمدى صحه هذه التقارير؟ هو حتى الآن هنا في الصين بشكل عام الحياة رجعت لطبيعتها بشكل كبير جدا، نقدر نقول إن مفيش أي إصابات جديدة بتتسجل جوه بكين هنا، يعني أنا موجود في العاصمة الصينية بكين، نقدر نقول إن مفيش أي إصابات اتسجلت جديدة، نقدر نقول اللي هو بعد ما قفل المطارات عنده لفترة طويلة وبعد ما لغى أو منع دخول الأجانب بشكل كبير، عشان هو كان كل الحالات اللي بتتسجل كانت بتتسجل حالات وافدة من الخارج. فنقدر نقول إن بكين وعدد من المدن الصينية هنا سجلت صفر حالات الفترة الأخيرة دي بالنسبه للمقيمين جوه الصين، لكن بالنسبه للوافدين من الخارج بيجي فيها حالات، فهو ممكن الخوف كله من الحالات القادمه من الخارج، لكن نقدر نقول هنا لا، الشارع ابتدى يبقى فيه حركه طبيعيه، المترو رجع يشتغل تاني، وسائل النقل عامه ابتدت ترجع تشتغل تاني بشكل طبيعي جدا، ابتدت الناس تبقى موجوده في الشارع بشكل يعني نقدر نقول افضل من الشهور اللي فاتت. واسواق يوهان ايضا تم افتتاحها؟ تمت الحياه رجعت لطبيعتها شويه في وهان، وفي وفود طبيه كتير غادرت وهان، خلصت عملها في وهان ورجعت المدن بتاعتها تاني، وفي كلام الاحتمال يوم 7 ابريل ان شاء الله يبدا فتح مطار وهان مره تانية، بس دي لسه معلومات غير مؤكده حتى الان. طيب يعني المواطنين هل برضو بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يتخذوا الإجراءات الوقائية، يعني بيحافظوا على سلامتهم، المعقمات، الجوانتيات، الكمامات، هل لسه برضو في يعني حذر، يعني بيتعاملوا بشكل حذر أكثر الفترة دي؟ نقدر نقول ان مفيش حد موجود في الشارع حاليا مش مرتدي كمامه، كل شخص ملتزم بارتداء الكمامه، كل شخص ملتزم بالنظافه الشخصيه، حتى في كل مكان لما بتيجي تدخلي سوبر ماركت او بتيجي تدخلي الكومباوند السكني بتاعك لازم في كشف الحراره موجود. اي مكان بتدخليه هنا، اي مبنى لازم يكون متاكدين ان انت عدى عليكي 14 يوم في البلد نفسها اللي هو اللي انت خلصتي فتره الحجر الصحي بتاعك، ولازم تكون درجه حرارتك اقل من 37. ممنوع تماما هنا اللي في حد يقلع الكمامه، الناس كلها ماشيه ملتزمه بالكمامه، حتى في الاسواق الناس سايبه مسافه بينها وبين الاخرين مسافه متر، لسه الناس ملتزمه جدا بالتعليمات بالرغم ان مفيش حالات، بس لسه الناس بتلتزم بالتعليمات بشكل كبير جدا. وده ممكن نقدر نقول اللي هو اللي نجح الصين في اللي هي تقدر تسيطر على المرض بشكل كبير. طيب ماذا عن وجود ادويه معينه، الوصول الى مصل، لقاح؟ دايما بنسمع برضو ان الصين بتحاول ان هي تلاقي علاج لهذا الفيروس، ايه اللي تم حتى الان؟ اللي تم حتى الان في ووهان المفروض كان في اختبارات سريريه على بعض المصابين تمت يوم 16 مارس الماضي، بس لم يعلنوا النتائج عنها بعد، عن وجود لقاح او وجود مصل. ممكن خلال الايام المقبله دي هتكون نتيجه العينات اللي اتاخدت دي هتظهر، يعني من التجارب السريريه الصين تعلن اللي هي توفر. بالظبط. ابتدى يوصلوا لحاجات مع مواطنين هنا في ووهان، ابتدى يكشف عليهم، ابتدوا محطوطين تحت الملاحظه دلوقتي لمده اسبوعين، فخلال ايام المفروض الصين هتعلن عن اشياء جديده يعني ان شاء الله. طيب يعني كيف تتعامل الصين مع التقارير الاستخباراتيه، وبالاخص لو تحدثنا الامريكيه اللي بتقول انه يعني انه الصين بتكذب في عدد ضحايا كورونا، وانها كمان كانت قادره على يعني السيطره على تفشي هذا الوباء منذ البدايه، ودائما بيكون في حملات يعني للتشكيك في الصين وما قامت به الفتره الاخيره، وبالاخص فيما يتعلق طبعا بفيروس كورونا، وان كان من البدايه عندها معلومات ولكن رافضه ان هي تقولها للعالم. نقدر نقول هنا ان وسائل الاعلام عامه بشكل عام يوميا بتحدث البيانات، يوميا بتحدث ارقام الاصابات، يوميا بيبقى في زي مؤتمر صحفي لوزاره الخارجيه بيقولوا فيه ايه الجديد.
الحكومه هنا على قد ما تقدر، ما اعتقدش ان هي بتخبي اي ارقام، ده لمصلحتها اولا. لا، الوضع هنا فيه شفافيه جدا، يوميا في تحديث للارقام، يوميا في اخبار جديده عن لو في تطوير لقاح او مصل. على ما اعتقد ان الوضع هنا فيه شفافيه كويسه جدا، اللي هي لدرجه اللي هم بيقولوا كل حاجه. في حتى برنامج حاليا موجود بيقدر يعرفك الاصابات اللي جنبك، لو في اصابات في المنطقه السكنيه اللي جنبك او في حاجه، برنامج موجود على الموبايلات دلوقتي الشعب كله بيستخدمه، بس لو عارفين ان في منطقه فيها حالات مثلا يتجنبوا اللي هم يروحوا المنطقه دي. فاللي هنا في برامج كتير جدا بتساعد الناس اللي هي تخلي بالها، في برامج كتير بتعرف الناس عدد الحالات في كل مدينه قد ايه، فالوضع فيه شفافيه جدا. أخيرا يا أستاذ هاني، يعني يمكن احنا شفنا انه كان في اتصال هاتفي بين القيادة في الولايات المتحدة الأمريكية والصين بعد حملة من التراشقات الفترة الأخيرة، ويمكن كمان الصين أعلنت انها مستعدة انها تساعد الولايات المتحدة الأمريكية في منع انتشار فيروس كورونا ومساعدتها بشكل عام في مواجهة هذا الفيروس. يعني حتى الآن كيف يتم تناول هذا الملف في وسائل الإعلام المختلفة الصينية وكمان على مستوى القادة؟ طبعا نقدر نقول ان الصين رحبت بشكل كبير بالتعاون مع امريكا، بسبب ان امريكا حاليا عدد الحالات فيها من اكبر الدول حاليا اللي موجوده، فالصين رجحت في الاول اللي هي تبدا تبعت مساعدات. فلما السيد ترامب كتب على تويتر اللي هو مستعد للتعاون مع الصين، فده اتناول هنا بترحيب جدا، واللي هم مستعدين يواجهوا الفيروس زي ما قدروا ينجحوا هنا في السيطره عليه، فهم مستعدين يبعتوا خبراتهم دي للدول الثانيه عشان تقدر تساعد برضو في السيطره على الفيروس. يعني هم لو نقدر نقول الصين بعتت مساعدات لايطاليا، الصين بعتت مساعدات لفرنسا، الصين حاليا بتبعت مساعدات لامريكا، وبيبقى في تبادل خبرات دلوقتي على مستوى عالي جدا بين الصين وامريكا. أنا بشكر حضرتك، كنت معنا هاتفيا من الصين وتحديدا من بكين، الأستاذ هاني محمد الكاتب الصحفي، شكرا ليك يا فندم.